في ظروف فرضت عليه الآثار الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا أن تكون استثنائية، خلد جمارك العالم يومهم تحت شعار الجمارك في خدمة سلسلة إمدادات مستدامة. في موريتانيا تقول الحكومة إن الشعار يعكس أهمية القطاع في التبادلات التجارية وتموين الأسواق، خاصة في ظل الظروف الحالية التي أثرت على الإنتاج وتموين الأسواق، تأثير تسبب في تراجع عائدات القطاع إلى 212 مليار أوقية قديمة بدل 225 مليار العام الماضي، بتراجع بلغ 13 مليار أوقية. وقد تكللت تلك الجهود لتحصيل 212 مليار أوقية جديدة رغم ظرف غير مبات تميز بتراجع المبادلات التجارية العالمية بفعل الجائحة. تلك الجائحة التي لم يسلم منها حفلنا هذا، حيث حالت دون توجيه الدعوة لجمهور عريض دأب على مشاركتنا أفراح هذا الحفل على مدى السنوات الماضية، وعليه فإننا نلتمس المعذرة من الجميع. وقد أعلنت وزارة المالية اعتماد مخالصة رقمية ضمن خطة قطاعية لتطوير مجال الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الجمركة وتطوير جهاز الجمارك الموريتاني. سيداتي سادتي، لقد عمل قطاع المالية خلال الفترة الأخيرة على الرفع من قدرات قطاع الجمارك من خلال الاكتتاب والتكوين وتشييد وترميم المباني واقتناء التجهيزات وتسريع وتبسيط الإجراءات، وسيتم ابتداء من هذه السنة اعتماد مخالصة رقمية تعتبر خطوة هامة على طريق الدفع الإلكتروني. وفي كل عام تخلد فيه البلاد عيد الجمارك، تتحدث السلطات عن مساع لتطوير قطاع الجمارك، وقد قال وزير المالية في الحكومة الحالية إن القطاع يسعى لتطوير منظومة تسيير المالية العامة لتعزيز استقلالية المسيرين وإدخال أدوات التحليل وإلغاء الطابع المادي لإيصالات الخزينة لتحديث وسائل الدفع.